حبايب، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، مزيانين، صحه، لاباس. نتمنى الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. كما كتشوفوا دابا الشتاء، الحمد لله. الله الله، النشاط عندنا في البلاد، الحمد لله. يا ربي الله يرحمنا، والله يبعد لنا هذا الشيء، هذا اللي كاين، وهذه الفتنه اللي عندنا ماشي في البلاد، راها في العالم كامل. الله يبعد علينا، والله يبعد على جميع المسلمين يا ربي. الحبيب دابا ان شاء الله يا ربي جبرتنا اليوم صايمين، انا والبيسات ديالي وعليك، المهم شي في الدار تقريبا صايم. عنشارك معكم الملوي، المخمر اللي كنعملو حنايا، يعني مختصه فيه اللوسه ديالي بزاف بزاف، من تعلمت منها الطريقه هذه، وعنشاركوه معكم ان شاء الله يا ربي. وخليكم معنا، وخليكم مع الطريقه ديال التحضير ومع المقادير ومع الحريره. المهم بزاف على العشيه هذه، عنشارك معكم هذه الامسيه ديالنا، هذه العشيه هذه ان شاء الله يا ربي، نتمنى من الله تعجبكم. ويلا خليكم معنا، وخليكم مع الطريقه ديال التحضير والعجين، ومهم بزاف بزاف غيكون ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا تبارك الله دابا الشتاء، هانتوما دابا خوتي كيف كتشوفوا، حنا دابا خدامين كنعملوا الحريره. حنا دابا قطعنا الربع، حنا عملنا تبارك الله طنجره معمره بالحمص، نعملنا من الخبزه بلاتي. ايوا هذوك فين عندنا الحلا بيع اللي يطوها، ها ماشي بزاف بينا، طنجره صغيره عملنا من الطنجره ستيت، وتبارك الله عقبض وعامره بالقزره وكل وكل باينة. انا دابا هنا عاد عندنا الربيع، عاد الكرافس تنقليو البصله شويه، نقليو معاه شويه ماشي بزاف، تنقليو شويه البصله والحمص، ونعملوا لهم الجداد ولا شي حاجه عاد شويه تشري ودا تا هما فين. اه ولاو شي بزاف غير شويه، والبصله جا بحال الدغميره ديال واعر ديال سكسو التفاعل. دابا غنطيحوا لك المعدنوس والقصبه كرافس، والكرافس ناخذ مع كنقليوهش ربيع، ما كنقليوهش اش كيبقى في ديك النسخه ديالي الجوده كامله. و الطماطيش، حنا الطماطيش ما كنطحنوهاش هيدر، يعني كنقطعو الطماطيش على اربعه، ونزلو ليك الذريعه ديالها ونسلقوها في الماء ونطحنوها ونطحنوها. هي تبارك الله محال، شنو جهز لنا هذا الدهوز، حنا واخا طبعا شي حاجه صح، علاش انا ما عنديش الكوكوت كبيره، هذه يعني اللي باقا ناقصه هي الكوكوت الكبيره. يا ربي يا ربي لا عاد كدا عاد كدا عاد بزاف. كما كتشوفوا الطيشه مي كنسلقوها هكذا رجع فحال هكا. حنا دابا كما كتشوفوا رجع الحريره طيب، انا دابا عندنا عملت الطحين باش نعمل نشارك معكم الطريقه ديال الملوي المخمر ديالنا. مثل هنا الطحين، انا عيني ميزاني في الطحين، يعني ما حداش حنا خروف بينا العائله كبيره، ما عرفتش ما قدرتش يعني نعبى العبار. عندي هنا خميره، وعندي هنا فاني، وعندي خميره يعني ديال الحبوب، اما عملوا المعجونه ولا ديال الحبوب اللي كانت عندكم في الدار، والسكر اللي بغى الحلاوه اللي معلقه ولا جوج على حسب النوعيه ديال شويه ديال والملحه، من معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز. غنزيد عليها الماء سخون ونخليها واحد جوج دقائق ولا ثلاثه بدا تتفاعل شي حاجه. عند خويا هذا الباني النواش كامله هي الاولانيه، والخميره ديال الحلوى، وزوج معالق ديال السكر. غنخلط كلشي مع بعضو، وهنا عندي الماء سخون، دابا غنبقى نخلط هادشي كامل، نخلط هاد الطحين. الطحين هذا مخلط بين الطحين الحرش والطحين الرطب باش كيجينا الملوي ديالنا مزيان. وكاين اللي كاين عند الطحين الرطب ويعمل السميده يعملها، انا السميده عنده وز بيها، ثم عاد تشوفوا كيفاش غنعمل له هو والزبده. دابا غنخلطو كامل ونزيد عليه الخميره عاود ونرجع معاكم. نفركو مزيان حيتاش هو كما كتعرفوا خصو فرك بحالو بحال العجين، بحال بحال الرايف ولا المسمن، كنفركو قاصح حيتاش هو خصني نجبد باش ما يغلبنيش، انا نغلبو معلي فيه الخميره عاود، حيت الا كرطب كيتقطع كيتقطع ما كيعطيكش التجبيد. هانتوما دابا كما كتشوفو، دابا من بعد ما خمرنا كنقطعو هاي قطول كنبقاو نلويوه. قالو لي ويسا واش عاد عمل هادشي كامل مع عزيزة؟ قالت لي واش عاد عمل هادشي كامل؟ قلت لها اه، قالت لي بزاف، قلت لها لا، قلت لها حنا ما عنفطرو، عا عا مكاينش غدا، مكاينش سحور،
كاين والو. تبارك الله حسب على ميريندا وعلى الفطور. احنا دابا من بعد ما قطعناه دابا نخليوها هي نطرح، نغطيوها بالبلاستيك غذائي ونخليوها هي نطرح حدا واحد ربع ساعة. احنا دابا عملنا هالطنجرة هذه، ملت فيها عزل الماء طايب، وعاد رجعت غلا فوق البوطة. وعاد ساعتي عاد خويا عندنا طنجرة عمرها عيب اللي قامة. هاي عاد خويا دابا هنا، بسم الله شوية. احنا دابا خوينا هذيك اللي قامه هنايا وعنرجعوا هذا، رجعوها الطيف. حنا ما نعمروهاش بزاف حيت تبارك الله كبيره. الطنجره حنا صغيره صار من هذه ما عندناش، عندنا عي صغيره سيدو ما عرفتناش، ونعملوا في هذه الكبيره. بسم الله صلاه على النبي. هزوا معاها قف نشوف صافي دابا غير شويه نضيف الطحين والصلصه والكنور وشي معلقه تسملكه كاينه ما كاينش كاين السمن عادي السمن مقيد اختي عندي كلشي في الكوزين. هنا عندنا الكرافس هاك احنا دابا جبرتو لخد بدينا هنايا دينا كنطرحوا ملوي. عندنا الزيت والزبده والسميده ضروريه، السميده هي اللي كتجيهم مفشفش يا كيجيبوها دوك دابا حبيبه قول الزبده الزبده اللي كتجيبوها الطب والسميده ما كتجيبو مره دابا حنا عندنا نبداو ماشيين في هيدا معاونة مزيان. قالك الله مع الجماعة. الحريرة كذا غلي خصني خلي هذا غلي. الغلي هو كلشي في الحريرة. ولكن صافي واش من طريقة نعملو مع حبيبي؟ دورة. دابا حيتاش كاينين ثلاثة ديال الطرق. هنا من عندك. هذه الطريقة الأولى. هذه الطريقه سهله، هذه هي اسهل طريقه متاكده. والطريقه الثانيه هي كدعمنا الغاديه هبط دوي ساعه الغاديه شويه يبدا لوي على اليد ولا لوي على الطاوله. تبارك الله خروف بينا حنا بربعه بينا ننسى هنايا لا خصنا نزيدو الزيت والزبده قسم طريقة أخرى فوت له ثلاثة ديال الطرق، كل واحد الطريقة اللي تجيه سهلة يعملها. أو نزيدو نقربو حنا كنضرو كنعملو الزيت والزبدة ونرشو بالسميد. السميد ضرورية في هذه المرحلة، هي اللي كتخليه يتسرق لنا مع الزبدة. صافي ونخليوها دابا ينطرح عاود وندقوه بحال خوته. هانتوما دابا الحبايب ديالي دابا ها هي طيبين. قبيله تيصحابنا كنصورو ملي كنا نزلنا ولكن ما صورناش، دائما كيوقع لنا هذا الديف وهذا في الكاميرا. كلينا تبارك الله شي كنا عملنا 12 وكلينا 8 وبقاونا 4. المهم الحبايب هادو هما الملاوي ديالنا، هذا هو الملوي اللي عملنا. تبارك الله عملنا الخير البركه وكلينا مع كنا صايمين وما عرفنا هذه المره الصيام كيترخى. الله لا ترخينا بزاف وعينا. المهم راح القشوع باقيين، الله باقي تما غسلناهم، يلا دابا غنغسلوهم ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا كيجيو مورقين كيجيو واعرين. هادو الملوي المخمل قويت، حنا نعملت لهم شويه الخميره ناقصه ولكن نتوما عملوا المخميره سيدو شنو واخا عملت لهم كميه كبيره كنعمل لهم جوج علاش عملت كميه طحين كبيره.
قويت ما كان فيهم خميره زايده، قويت ما كان خليتهم يتخمروا في السواني، وعاد كطيبوهم قويت ما كيجيو فيه في الجين وكيجيو هشاشين. تهلاو في ريوسكم وبسلامه وتصبحوا على خير.